منتصف القرن الماضي كانت حيفان تشيد أول مدرسة في الجمهورية، أطلق عليها آنذاك اسم مدرسة الحرية في إشارة إلى إزدال الستار على عهد التخلف والرجعية والظلام. واليوم تستقبل المديرية المغدورة الميليشيا التي تحاول ضرب كل ما تراكم بفضل ازدهار التعليم لعقود خلت، بعد أن اشتهرت هذه المديرية والمديريات المجاورة شرق محافظة تعز بمخرجاتها من الكوادر والكفاءات في مختلف العلوم. كل ذلك لم يشفع لهذه المناطق أن تجنبها الجماعة الإنقلابية سعار حربها، بل دفع إليها الحوثيون بمجاميع من عناصرها بقصد مواصلة مشروع السيطرة أو الحرب. فكان الخيار الأخير بالنسبة لأبناء المنطقة المنضوين في صفوف الجيش الوطني خوض القتال ضد الجماعة الإنقلابية. هنا في قرية ظبي أعبوس، حيث واحدة من جبهات المديريات المشتعلة، تؤكد مصادر أن الجيش سيطر على قرى المنطقة بالكامل بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة خلال الأيام السابقة، ولم يتبقى سوى موقع تبة المنشارة الذي يدور حوله القتال بمختلف أنواع الأسلحة.